معنى آية يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. جاءت الأدلة الشرعية لتنهي عن مصاحبة أصدقاء السوء وتبين خطورة مخالطتهم وجعلهم أخلاء وأصدقاء. ومن هذه الأدلة قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويزيد الاهتمام بمعرفة معنى آية يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إن معنى آية يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أي يا هلاكي الذي ليس لي منادم غيره لأنه ليس بحضرتي سواه. ولما كان الظالم يريد مستحيلا عبر بأداة التمني ليت، حيث قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني بفلان الشخص الذي أضله ويذكره باسمه، وقد عبر سبحانه عنه بفلان إرادة للعموم، على الرغم من أن الآية نزلت بشخص محدد، والخليل هو الصديق الذي وافق ذلك الظالم في الأعمال التي أوردته مواطن السوء والهلاك وسوء العاقبة. كما فسر الشيخ محمد متولي الشعراوي هذه الآية وقال أن الويل هو الهلاك، وهذا الإنسان يدعو على نفسه بالهلاك، والمرء لا يدعو بذلك إلا إذا كان ما هو فيه أشد من الويل والهلاك. والتمني هو طلب حصول أمر محبوب ولكن لا سبيل إلى نواله، فالظالم يتمنى أنه لم يستمع لكلام خليله الذي أضله وأفسده، ولكنه يعلم استحالة ذلك. وفي التعبير فلانا، يقول الشعراوي أن الظالم لم يذكر اسمه لأنه يكره ذلك الخليل، ومن كرهه له وبغضه إياه كره أن يذكر اسمه ويتلفظ به. والخليل من الخلة والمخالة، ومعناها الصداقة المتداخلة والمتبادلة. ثم إن الظالم يذكر السبب الذي جعله يتمنى أن لا يكون اتخذ فلانا خليلا، وهو أنه أضله عن الذكر وحجبه عن الهدى والاستقامة.